اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، النجم الكبير كابتن ماهر همام. ازيك كابتن ماهر؟ لا الاسلام، اهلا بحضرتك. ايه كله تمام؟ ربنا يكرمك يا رب. الحمد لله. ايضا النجم الكبير كابتن محمد حشيش. ازيك كابتن محمد؟ ازيك يا سلام. ازيك حضراتكم؟ ايه كله كويس؟ الحمد لله. الحمد لله. كابتن ماهر، هبدا مع حضرتك مباشره. اولا اعرف رايك في مباراه النادي الاهلي ونادي الوداد، المباراه الاولى طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. المباراه الاولى يعني انا بشبهها انها بكرنفال افريقي يكتب في التاريخ. بصراحه الكره العربيه الكره الافريقيه، وكنا بنتمنى طبعا يوصل نهائي فرقتين عرب. الحمد لله النادي الاهلي قدر يوصل بعد طبعا تفوقه على الترجي. الوداد قدر يوصل للنهائي بعد تفوقه على سان داونز. عايز اقول اسلام ان مباراه طبعا كانت مباراه تكتيكيه من اتنين مدربين. بصراحه راجل بلجيكي مدرب كويس. بصراحه اثبت ان هو مدرب كويس جدا. يعني انا كنت اتمنى جريده هو اللي يكمل معاهم، لكن راجل بلجيكي جالهم في وقت بصراحه حصل تغيير بشكل كبير. بيني وبينك برضه كون ان هو يتم اتخاذ قرار في هذا التوقيت تحديدا باقاله جريده، وان المدرب ده يجي برضه قرار جريء. قرار جريء وصعب، واكيد هم متاكدين ان الراجل ده فعلا عنده من الخبرات ومدرب محنك، وده اللي واضح. يعني احنا المباراه الاولى يمكن الوداد وسان داونز التعادل السلبي 0-0. صح. كل الناس قالت يا حشيش ان صعب جدا جدا ان في جنوب افريقيا الوداد يوصل. صحيح. وفوجئنا طريقه اللعب والسيستم والتنظيم اللي الراجل لعب بيه هناك، يعني كان على اعلى مستوى. احترم سان داونز بشكل كبير، قدر يجيب جوليل، ودي كانت يعني مفاجأة كبيرة جدا بالنسبة لنا بصراحة. والتغيير كمان في الفسيولوجي في النفسي بالنسبة لعيبة الوداد، من الحالة البدنية، من الحالة المهارية، من الحالة التكتيكية. أيوة. وهي دي ميزة المدرب اللي بيجي في أوقات صعبة بهذا الشكل ويبان بالجودة دي. أيوة. طيب كابتن، احنا بالنسبة لنا تعبنا جدا اسلام بصراحة. يعني كولر الموسم ده يعني اجتهد بشكل كبير جدا، وتعبنا لحد ما وصلنا للمرحله دي هو ولاعبتنا وجماهيرنا طبعا اللي كانت ورانا بشكل كبير. لكن عايز اقول مبروك للنادي الاهلي، نتيجه ايجابيه 2-1. بعض يمكن الناس قالت لعبت النادي الاهلي محبطه، جماهير النادي الاهلي محبطه. عايز اقول لا، احنا نادي القرن، 115 سنه انجازات وبطولات. وانا من خلالك يا اسلام ان شاء الله، ويمكن حشيش موجود ان شاء الله باذن الله، هنرجع باذن الله بالبطوله بالاميره السمراء ان شاء الله، ونضيفها لدولاب البطولات باذن الله. كابتن حشيش، قبل ما اعرف رايك، انا برضه عايز حضرتك تقول لي لماذا ارى البعض او بعض الاراء من بعض من لا يشجع النادي الاهلي، انا بقول اهو من بعض من لا يشجع النادي الاهلي، رايحه في سكه الانهزاميه والاحباط زي ما الكابتن ماهر بيتكلم. والله يا كابتن اسلام، ده على الرغم من انت يعني انت كسبان، يعني انا مش عارف. وضع طبيعي. من طبعا طبيعي الناس اللي ما بتشجعش النادي الاهلي اتعودنا بقى في السنين اللي فاتت على الموضوع ده. هو الحقيقه كان موضوع جديد علينا ان تبقى فرقه كبيره وبتمثل مصر، وتلاقي الناحيه الناس الثانيه بتتمنى الخساره وبتتمنى المكسب للفرقه الثانيه. وده بعض الناس كمان بتقولها علني، يعني في بعض الفضائيات الناس بتقولها علني يعني. فطبعا احنا هننحي ده طبعا جانبا. انا بتكلم على المباراه، مباراه قويه للنادي الاهلي، جيده للنادي الاهلي، عامل نتيجه كويسه. عايز افهم بس الناس كلها ان المباريات النهائي دلوقتي ما بقتش زي زمان. الفرقه بقى ونكسب 3-4، انت فاهم ازاي؟ عشان اروح هناك ابقى مريح ومش مريح. الكلام ده مش موجود خالص. يعني النادي الاهلي مكسب، والمكسب في حد ذاته ده بيزود المعنويات. انا بس انا اسف يا كابتن، وحضرتك بتتكلم كده، احنا لو لا قدر الله دخل فينا جولين ومغلوبين 2-0 وفي الدقيقه 90 بلس 1-2-3 جبنا جون 2-1، هنروح بقى يعني هتكمل بالظبط. وبالتالي انت عندك فرصه واثنين وثلاثه وكتير. ده اللي احنا عايزين نقوله، ان النادي الاهلي لا قدر الله يعني، بس ما حدش يقول ان انا بقول ان لا بتمهد لحاجه. لا. النادي الاهلي فرصه ان شاء الله اكبر من الوداد. انت عندك مكسب هناك ان شاء الله، عندك تعادل سلبي او ايجابي، ادي ثلاث فرص، انت فاهم ازاي؟ عندك لا قدر الله خساره 2-1 زي ما انت بتقول، وتلعب يعني في فرص كثيره لسه موجوده. مظبوط. النادي الاهلي بطل وقادر ان هو يكسب هناك، مش بقى يتعادل ولا لا،
ان شاء الله باذن الله يبقى في مكسب هناك، ويمكن ربنا عمل كده عشان برضه نتيجه 2-0 وانت رايح ممكن تدي نوع من الطمانينه لبعض اللعيبه موجودين او الجمهور، فيمكن النتيجه دي تدي حوافز اكتر للنادي الاهلي ان هو يبدا المباراه قويه جدا جدا ويلعب المكسب. وبعدين عجبني كولر في تصريح ليه مع اللعيبه في اجتماعه مع اللعيبه، اعتبروا ان مباراه الفاينل دي من مباراه واحده هناك زي ما كان حصل قبل كده السنه اللي فاتت، مباراه واحده ابدا مباراه انت 0-0 وان شاء الله بتلعب على المكسب. التكتيك اللي الفرقه لعبت بيه الوداد هنا مش هيحصل هناك، لان هو هيبقى متحفز من البدايه انه يهاجم وبالتالي هيضغط، بالتالي هيبقى فيه بعض المساحات والثغرات اللي انت عندك لعيبه تقدر ان شاء الله تعوض لو ربنا كرم في البدايه وانت اللي جبت جون، يبقى قلبت الوضع كانه 2-0 في مباراه القاهره. فانت عندك حاجات كتيره جدا جدا نتفائل بيها والناس تتفائل بيها ان شاء الله، ويبقى النادي الاهلي قادر باذن الله ان ياخد البطوله من هناك، ما خدهاش من هنا ياخدها ان شاء الله من هناك يعني. وعايز اقول حشيش يا اسلام ان كان في سيناريوهات قبل كده ممكن نستند عليها، برضه كسبنا هنا الرجاء لو نفتكر اسلام، وبعدين رحنا هناك حققنا نتيجه ايجابيه، الترجي نفس الكلام، حتى الوداد يعني احنا عملنا نتائج ايجابيه خلال الفترات اللي فاتت ديت بنفس النتيجه. ايوه ورحنا هناك ربنا كرمنا وقدرنا ان احنا نعوض المكسب، او كان في مباراه فيها تعادل ومباراه كان فيها مكسب. واللقاءات اللي بالشكل ده اسلام عايز اقول لك احنا عندنا ثقه في لعبتنا بشكل كبير ان احنا هناك باذن الله 400 قادرين ان احنا نجيب جول. يعني الناس تقول لك لا مباراه صعبه، لا مش صعبه يا جماعه، مفيش حاجه صعبه يعني، وعندنا اللعيبه عندها من الخبرات وعندها ما شاء الله من الحنكه بلغه الكوره ان هم يقدروا هناك يفرحوا الملايين الملايين الاهلاويه ان شاء الله باذن الله. انا هضيف حته بس على الكابتن ماهر، حتى وان كانت صعبه هو مفيش حاجه سهله دلوقتي. لا هو دايما صعب، اصل خلي بالك المباراه يعني يا كابتن ماهر ما هو مفيش حاجه، مفيش بطوله دلوقتي لا مع الفرق القويه دي واللي لها تاريخ ان تبقى حاجه سهله، ما لازم يبقى فيه صعب. لا هو والنادي وحضراتكم يعني احنا متعلمين منكم واللي قبلكم علموكم هذا الكلام انه هي المباريات النهائيه 50-50 بالظبط كده ستظل يعني. انا احنا كنا كسبانين الترجي في تونس وقلت لهم هنا مباراه العوده في القاهره ها كانت انا قلت 60-40 على الرغم من هي مثلا لو لاي حد ممكن يقول لك 90-10 او 95-5 او 100 او 100%، لكن لا احنا كنا بنقول 60-40 ولكن دايما اللي احنا اتعلمناه ان مثل هذه المباريات اللي نتائجها قريبه 50 صح، وحتى صح لو نتائجها مش قريبه 50-50 في اي وضع لا يعني. لا انت بتلعب فرق باسم الوداد الترجي ده نهائي افريقيا، ما الوداد برضو نفس القصه عدى بمراحل كبيره جدا طبعًا. جدا وبعدين يعني الموقف اللي النادي الاهلي فيه النهارده ده راجل رايح كسبان، تخيل انت بقى مثلا رايح مغلوب 1-0 كان الناس قالت ايه؟ كانت قالت خلاص الدنيا خلصت والقصه خلصت، مع ان برضو لا لان ماتش تاني صحيح 90 دقيقه تانيه وممكن تجيب جون في اي لحظه زي ما هم جابوا في الدقيقه كامل الهدف 85 ولا 85. فهي الكوره علمتنا ان فيها احداث كتير ومعطيات كتير وتوقعات وحاجات، انما المباراه طبعا صعبه موجوده طبعا في على ارض الوداد بجمهور الكبير طبعًا. وعارفين طبعا الضغط اللي بيحصل وكل حاجه، بس ده مش جديد على النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما بيلعب تحت ضغط، هو في ضغط اكتر يا اسلام من اللي حصل مع النادي الاهلي في دوري المجموعات صحيح، والظروف اللي كانت صعبه ولازم تروح ولازم يعني هي البطوله صعبه ودي حلاوتها ان شاء الله لما يحصل مكسب وترجع ان شاء الله بالبطوله، هو دي حلاوه المكسب ان شاء الله يعني. يا رب ان شاء الله. كابتن ماهر اختيار مملكه سيمبا وواحد من الحكام الكبار في او الاسماء الكبيره في افريقيا، لكن على الجانب الاخر يعني انا دايما بشوف انه الحكم اللي بيبقى اخر مباراه ليه ده يا اما عايز يعملها كويس قوي او لو يخلص عليها يعني خلاص ما حدش هيحاسب، ما حدش هيحاسبني فكيف ترى احنا مش محظوظين اسلام يا حشيش والله يعني حتى التحكيم اللي كان هنا الراجل الليبي كمان اسلام بصراحه تعبنا جدا جدا جدا، قراراته كلها كانت عشوائيه، شخصيته كمان كانت ضعيفه، يمكن الفرقتين اتهجموا عليه في مواقف كثيره جدا. فانا عايز يعني بسال سؤال يعني لما مباراه نهائيه بين يعني قطبين بهذا الشكل الوداد بجماهيريته وشعبيته وتاريخه والنادي الاهلي لازم لها برضك يا اسلام
حكم يكون حكم هو جاب لك اهو بملكه سم عنده ما هو ده كمان يعني يعني حضرتك عايز اهو حكم مش عارف اهو ده كمان غريب الشكل يعني ده لا الغريب في الموضوع ان انت تبقى اخر مباراه ليه بصراحه بالظبط طبعا يعني اخر مباراه دي اما هتبقى انت عايز تعملها افضل حاجه في الدنيا او محدش هيحاسبك وده في حد ذاته هيعمل عبء على الحكم نفسه مش فاهم هيبقى ضغط على الحكم ان انت بتتكلم على نهايه افريقيا لانه في تكريم ليه كمان اصل هو مش سمعت ان في تكريم في الكاف يعني في الكاف ولا من الوداد او يعني من الوداد هيكرمه بمكان ومنصب في الكاف يعني فدي برضك من ضمن الحاجات اللي تقلق لا يبقى تكريم يعني من الكاف هو المشكله يعني. كمان ان انت الحاجات اللي زي دي والنهائيات ما فيش حاجه اسمها كرم حكم اديله النهايه عشان اخر ماتش ليه لا انا بشوف الاحق من خلال البطوله كلها ومين اللي ادى بشكل كويس لان ممكن يكون حكم قديم وعنده خبرات بس اخر مباريات ما عندوش مستوى كويس في 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 الاداء نتيجه لظروف معينه فانت ما فيش حاجه اسمها اصل انا بقى بكرمه عشان لان هيعمل هيتعمل عليه ضغط الواحد لما بيحس ان هو لازم يعمل ماتش كويس قوي ممكن تفلت منه في حاجات كتيره فنتمنى طبعا يعني انا بتهيألي يعني مش هيجي أسوأ طبعا احنا محتاجين من الحكم يعني احنا بنتمنى الفير بلاي في المباراه دي ولا عايزه يجي معايا ولا يعني عايزه يجي عليا هو لو راجل عادل اديني حقي بس يلعب المباراه دي تكريما ليه تفضل في التاريخ اسمه ان هو خرج بالمباراه الى بر الامان ما تعاطفش مع حد على حساب حد ما حسبش حاجه ضد وبعدين يا كابتن ماهر يعني يعني الحكم اللي هو اللي فات بتاع المباراه اللي فاتت دي يعني هل هو ده من احسن حكام افريقيا عشان تديله نهائي ماتش الاولاني في نهائي ما اعتقدش فانا ما اعرفش الاختيارات بتيجي على اساس ايه يعني على اساس ايه انت بتختار حكم لنهائي كبير لان دلوقتي النهائيات مترتب عليها بطوله ومترتب عليها كاس عالم الانديه ومترتب عليها فلوس كتيره جدا جدا بالنسبه للانديه اللي صرفت مبالغ كبيره جدا صحيح. عشان توصل طويل. لحاجه زي دي فانت تجيب حكم مهزوز او ضعيف ممكن يغير الدنيا خالص ممكن في اي لحظه صحيح. تحس ان انت تعبك ده كله لا وخلي بال حضرتك انت المباراه دي فوزك بالبطوله هيوديك كاس عالم انديه هيلعبك السوبر الافريقي ان شاء الله اللي هيكسب يعني هذه المباراه صحيح. او البطوله دي هيعمل كده فانت دي مترتب عليها حاجات كتير قوي نعم مترتب عليها حاجات كتيره لا وعوائد اقتصاديه وماديه زي ما حضرتك بتقول والمشوار كمان اسلام اللي انت اللي حيش قال على المشوار التعب طيب خلينا بس وحضراتكم معانا برضو نروح لاحد النجوم الكبار في النادي الاهلي النجم الكبير كابتن عماد النحاس ازيك كابتن عماد ازيك كابتن اسلام ازيك يا عمد حبيبي الله يكرمك كابتن اسلام طبعا بمسي عليك وسلم عليك وعلى طبعا كباتن مصر كابتن بركان يا عماد السلام عليكم عماد منورين والله يا عمد يا حكايه المساكين النهارده ما هو النهارده يعني كلنا بنتعلم المساكين النادي الاهلي اجيال بتسلم بعض مساكين يا عماد محتاج الثلاثه دول انا وانت وحشيش واسلام كمان كبكراي نلعب بكره 3 5 2 ولا ايه؟ عندنا سيد معوض يا محمود يلعب معاك سيد معوض يعني يبقى معانا كابتن عماد وكابتن ماهر وكابتن حشيش عماد يلعب ورا ايوه نرجع نلعب 3 5 2 زي زمان ازيك يا عمده؟ ازيك يا حبيبي حبيبي ازيك؟ اخبارك ايه كله تمام؟ كابتن الحمد لله حبيبي عماد برضو عايز اعرف رايك انت واحد من الناس اللي لعبت مباريات كثيره جدا في مثل هذه المباريات النهائيه اولا عايز اخد رايك في بملكه سيمبا كحكم للنهائي انا اتذكر عبد الرحيم العرجون في مباراه النجم الساحلي طبعا انت فاكر هذه المباراه طبعا مظبوط في 2007 اعتقد كان نفس الموقف ده عماد تيالي يعني ولا لا اللي هو اخر مباراه ليه ولا عبد الرحيم العرجون لعب شويه بعديها الحكمين انا استنى لو تفتكر في 2007 الحكمين كان اخر مباراه ليهم حكم النجم الساحلي في تونس وحكم العرجون هنا ايوه انا فاكر ان في حد كان فيهم المباراه الاخرانيه ليه الاثنين 0 0 والخساره هنا والطرد واليوم ما كانش كان الماتشين كانوا صعبين علينا يعني اتلغى ضربه جزاء لبركات وخد الانذار الثاني ايوه وماتشينا خلاص بقى القرارات اللي كانت دايما عكسنا خاصه شديد قناوي فاكر شديد قناوي وابو تريكه تيالي ضرب جزاء لشديد وضرب جزاء لتريكه لكن خلينا نقول ان احنا الظروف دلوقتي متغيره واحنا الحمد لله هنا برضو كسبانين انا عارف الناس قلقانة ان مكسب 2-1 يعني خساره 1-0 لا قدر الله ممكن تخسر البطوله لكن خلينا دايما متفائلين يعني احنا الحمد لله هنا برضو كسبانين وقدرنا ان احنا نحرز هدفين شغلنا الناحيه الثانيه في الماتش الثاني هيكون عامل ازاي يعني احنا
اهم شيء ان احنا ما يجيش فينا جون، ونقدر في اي وقت ان شاء الله ان احنا نجيب جون. السيناريو يكون احنا اللي بدانا، يعني هيفرق معانا كتير ان احنا نبتدي بالتسجيل. وبرضه في نفس الوقت وارد نفس الضغوط اللي هم كانوا محطوطين فيها هنا، ممكن تقابل نفس الضغوط، واحنا شفنا الكلام ده السنه اللي فاتت، لكن ما كناش مهيئين. السنه اللي فاتت ما كناش مهيئين ان المباراه كانت مباراه واحده وفي ملعبهم. لكن المره دي لا، احنا المباراه شوطين، الشوط اللي هنا احنا طلعنا كسبانين، مكسب 2-0 غير 2-1 غير 1-0. لكن لو تفتكر 1-1 في ماتش الصفاقس هنا، احنا رحنا هناك كسبنا. الدوافع المفروض تبقى عارف ان انت برضه رايح هناك ان شاء الله تكسب. ولو ما جاش مكسب يبقى ما تخسرش، حتى سيناريو الخساره ان انت برضه معاك من 2-1 ان انت تقدر تتعادل 1-1، يبقى انت كل تفصيله صغيره دلوقتي انت عارفها، بدل الماتش الاولاني عدى. انت عارف انت عايز من الماتش الثاني. واظن ان احنا من اول ما الحكم صفر وانت بتبتدي، ولو تفتكر برضه مستر مانويل في ماتش الصفاقس هنا، سيناريو الماتش الثاني اتحط على طول من اوضه اللبس. الوقفه بتاعت نص الملعب. ودخل هو الاوضه برضه وقال لهم انتوا بتحتفلوا في ملعبنا، احنا هنيجي نكسبكم. بدايه حط الضغوط، وبعدين بدانا السيناريو ازاي، وهنلعب بكام. الاول هنلعب بثلاث ديفندرات، والشوط الاولاني يعدي وبعدين الشوط الثاني. لكن انت التوفيق عدم التوفيق ان السيناريو يمشي زي ما انت عايز. صح. فنقصد سيناريو الماتش الشوط الاولاني خلص. يعني احنا كنا عايزين 2-0 3-0، وكان الماتش ممكن يودينا لكده. لكن المباراه بدل انتهت لكده، لكن احنا خلاص لازم ناخد الشوط ده عشان نبني عليه الشوط الثاني. ايوه. الشوط الثاني سيناريوهات كتير، لازم هيبقى محطوط سيناريو ان شاء الله رقم واحد المكسب. السيناريو الثاني ان انت ما تخسرش، ولو لا قدر الله في خساره يبقى انت مهدف برضه، يعني انت ممكن سهل ان انت تبتدي. وحتى لو لا قدر الله جه في جون ان انت لسه هتعوض، حتى لو النتيجه وصلت ل 2-0 انت 2-1 انت رجعت تاني للمباراه مره تانية. طيب عماد، فريق الوداد في المباراه الاولى يعني نسبه الاستحواذ تقريبا للنادي الاهلي بنسبه 72-73%، 26-27% للوداد. هل شايف ان الاهلي بقى هنا لما اتسال الراجل المدير الفني للوداد عن هذا الامر، قال انا بلعب ضد فريق كبير وجمهور وضغط وكذا، فلازم كنت اقف ادافع بشكل جيد يعني. هل من الممكن ان نرى هذا السيناريو او عكسه، يعني بمعنى ان الاهلي هو اللي يدافع هناك ويصل ويترك الكره للوداد طوال هذه الفتره؟ ما انا بقول لك انت على حسب انت محتاج ايه، انت شايف ايه؟ برضو المباراه اكيد هتتوزع على 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 الاشواط، على الشوط، على التوقيتات، على على بدايه المباراه غير بدايه المباراه، الشوط الاولاني الشوط هيمشي ازاي، بدايه الشوط مع نهايه الشوط. انت بدات بالتهديد ما حصلش والشوط خلص، فانا اظن ان كل دقيقه في المباراه ليها حسابات، خاصه بدايه الشوط نهايه الشوط، بدايه الشوط الثاني نهايه الشوط الثاني على نهايه المباراه. اللي جوه دي دايما هي تفاصيل مدرب. صح. يعني اللي جوه دي تفصيل مدرب. انت بتشرح الاستراتيجيه اللي انت عايزها، خلاص انت عايز من المباراه. عشان كده بقول لك لازم نبقى واضحين من الاول. المباراه اكيد انت بتفكر في المكسب، انت بتكسب عشان تكسب البطوله. وفي نفس الوقت التعادل هيكسبك البطوله. اللي خسرك البطوله هي النتيجه السلبيه، هي خساره مثلا 1-0. فانت هل انت تفكيرك ان انت تعوض الجون اللي عليك، ولا تقول لا ما انا ان شاء الله مش هيجي فيها جون، ما انا ممكن المباراه تطلع 0-0 انا خدت البطوله. دي المدرب اللي بيقررها بقى. اكيد بقى لعيبته. لكن هو في نفس الوقت هو جاهز لكل السيناريوهات، لكن انت هتتكلم على 90 دقيقه، لا 90 دقيقه طبعا بدايه المباراه غير بدايه الشوط غير وانت جوه اثناء الشوط الدنيا ماشيه عامله ازاي. هل انت هتقول انا ممكن، دايما بيفاجئنا يعني الكولر انه ممكن يعمل ضغط عالي. الثلاثة اللي قدام انت عندك 6 لعيبة انت تختار منهم 3، والستة عندهم النزعة الهجومية، يعني بيرسي تاو وطاهر حسين الشحات وعبد القادر كهربا وشريف. ادي الستة لعيبة انت، وكده كده انت بتلعب بثلاثة في نص الملعب. الميزة اللي عندك في الثلاثة نص الملعب ان انت عودت 2 يشتغل جوه ال 18، يشتغل مش 8، يشتغل 10 اكتر زي حمدي او ديانج ومروان. فما فيش حاجات كتير قدامها هتتغير. انا عارف ان معاك طبعا كابتن مصر كابتن ماهر وكابتن حشيش،
لكن انت كل حاجه موجوده معاك، يعني مش الماتش ده اللي ممكن تقول هيغير مثلا يلعب بثلاثه مدافعين زي ما بدانا كلام من الكابتن ماهر طبعا موجود، الكابتن حشيش موجود وعماد موجود واسلام موجود وتجيب كمان سيد معوض، يبقى انت كده خلاص هتلعب بالخمسه دول مثلا. لكن هم الاربعه المدافعين وطريقه اللعب وكل شيء هو موجود، الوقت نفسه مش هتغير حاجه من غير زي ما الراجل بدا هنا. بس هو كان عنده مين ده؟ فريق الوداد، ان اخر مباراه بالنسبه له مع صن داون لعب بنفس الطريقه دي ونجح انه يخرج صن داون. ايوه صح، المباراه اللي هناك 2-2. صح طبعا، فنفس نفس الافكار، خد نفس الافكار وعملها، انزل تحت الكره امتى، انا هلعب على الهجمه المرتده، انا بعمل محطه الراجل الافريقي راس الحربه اللي عنده اطلع عليه امتى، انا عنده سرعات، تويت الاهداف يجي في جون وبعدين يجيب جون، بالتوفيق وعدم التوفيق اسلام، مفيش غير كده في الكوره. صحيح، انت بتجتهد وبتتعب وحاطط السيناريو، حاطط سيناريو بلان 1 وبلان 2 وبلان 3، وبعدين توفيق ربنا بقى هو اللي بيمشي البطوله، مش هقول دي مباراه بقى، دي بطوله. صحيح، اللي مكتوب له ان هو ياخد البطوله، خلاص النتيجه دايما احنا كمدرب النتيجه اتكتبت. طيب اخيرا يا عمده، انت بتاخد نعم اخيرا عايزك تدي ده، هو احنا ده كله جاب لنا مباراه النجم والساحلي، يعني انت يعني بتفكرنا يا ابني يعني بحاجه يعني حاجه يعني، يلا ماشي ده عشان العرجون بس ماشي. عماد لو هتقول حاجه لمحمد عبد المنعم وياسر ابراهيم و محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم ورامي حارس المرمى وكل لا الثلاث لاعبين اللي بيلعبوا استوبارات او الاربع لاعبين اللي بيلعبوا استوبارات، هتقول لهم ايه في مثل هذه المباريات المضغوطه؟ يعني المواقف دي يعني مش قلت بقى خليني لعيب الاول، يعني في نفس الظروف لعبت وانت هادي ولعبت وانت متعصب، ده وانا هادي احسن. يعني وانا هادي افضل طبعا. 2005 او 2006 غير 2007. وانت مضغوط، وانت مضغوط الامور بتبقى صعبه شويه. صحيح، مضغوط يعني عايز تعمل كل حاجه في الوقت وكلها قرارات سليمه، فانت سيناريو الماتش انت بتعيشه من بدري، فتحط على نفسك ضغوط اكتر. خلي الهدوء هي سمه بالنسبه لك. حته ان انا عدم ارتكاب اخطاء، خليك واثق ان انت الثلاثه لعيبه دوليين هيبقى عليهم عامل كبير جدا، ان انت من اكتر الناس اللي هتوصل الثقه دي لزمايلك. كلامك مع زمايلك مهم جدا. خلي المباراه مراحل. كل وقت بيعدي لازم طريقه كلامك تتغير مع زمايلك. دايما تشتغل مع زمايلك على الدوافع. ان كل ما المباراه ماشيه في صالحك انت تركيزك بيعلى، خاصه في بدايه المباراه ونهايه المباراه لازم تركيز بيعلى، لازم كمدافع تركيز بيعلى، وما اشغلش بالي ان انا وارد الاخطاء في الكوره وارده، يعني مش مفيش حد بيطلع في مباراه عامل ال 90 دقيقه زي بعض. صحيح، فوارد ان انت تغلط، لكن اهم شيء حتى ساعه الغلط انت لازم تحافظ على اعصابك. يعني ده يبقى اذا الهدوء هو الاهم في هذه المباراه الصعبه والمهمه جدا. انا بشكرك جدا يا نجم على وجودك معانا، النجم الكبير كابتن عماد النحاس، ونصائح هامه جدا. احنا الماتش اللي كان بيتلعب ماتش النجم الساحلي ده، عماد اللي جاب الجول ورجع طرد، لكن بص الحماسه والبتاع يعني احنا كان نفسنا. هنوريكم لقطه للحكم دلوقتي كمان في هذه المباراه ورهنا. يعني بص مش عايز اقول لك، بص ضرب جزاء، دي ضرب جزاء على فكره، ما لعبش الكوره ابو تريكه، اللي لعب الكوره ضرب جزاء، هاتها بقى لو ما اعرفش اهو بص ضرب جزاء بص ملهاش حق، ابو تريكه لعب الكوره وعدت خلاص هاتها تاني عدي لا ارجع سنه ارجع سنه بعد اذنك لا ارجع سنه ارجع سنه خلي ابو تريكه يلمس بس الكوره اهو بص دي ما اتحسبتش ضربة جزاء، مش محتاجة فار دي بقى، لا دي مش محتاجة يعني فار، بص فين الحكم، دي مش محتاجة خالص، قلت لك لمس اهو خلاص وراحت في السكات خلصت. عارف اسلام، عارف اسلام لو هو لمسها بص يا كابتن كان اتغير اتجاهها. الماتش كام؟ الماتش كام فوق 1-1 الكرة دي 2-1 خلاص خلاص خلص الماتش. عارف اسلام اللعبة دي لو هو كان المدافع لمسها في الدقيقة كام يا كابتن؟ انا اسف كابتن مالك الدقيقة 57 قال لك ابو تريكة بيمثل هو بالك عشيش امام حضراتكم عارف 2007 عارف لو هو لمسها المساك
لا انا طلعت غيرت اتجاه. انا فاكر الكره دي كويس ديت ولو ما اعرفش بتاعت شديد قناوي عندك ضرب ولا مش عارف بتاعت شديد قناوي دخل في لا شديد بركات ايه بركات ما كانش بيلعب شديد قناوي كره اتلعبت ودخل من ناحيه الشمال كده دخل في وسط الاثنين انت عارف شديد قصير دخل في وسط الاثنين الاثنين خدوه نزلوا بيه كده والله يا كابتن لا ما هو انت فاهم دول اثنين ضربتين جزاء خلاص انت عايز اكتر من كده ايه في ماتش زي ده اديني حقي اهي بص بص هتيجي هتلف وترجع بص اهو وفي الدقيقه كام لا مش دي يا عم حاول تجيبها لي فالمهم يعني ان بص يا كابتن بص يا كابتن بص يا بص يا كابتن اهي دفع بايده بص الايد باينه الدفع نايم عليه لا ده ايده ونايم وعامل كل حاجه واضحه بص يا كابتن وقع عليه كمان سبحان الله واحنا شكرا خلاص انا عايز اقول لك يا اسلام يعني حاجه طيب معلش قبل ما تقول اللي يلا الكره دلوقتي بتقول ان مملكه سامبا تسيمبا مرتبط بايه مرتبط بعقد مع الكاف حتى 2024 يعني مش دي اخر مباراه ليه لسه مكمل لانه كان عشان بس الكلام اللي كان بيتقال فواضح ان وصل الموضوع لان كولر اتكلم عن هذا الامر في المؤتمر الصحفي والحقيقه ال اعلام النادي الاهلي اهو يلا كوره من خلال يلا كوره يعني مصدر من الكاف ليلا كوره مملكه سيمبا مرتبط بعقد احتراف مع كاف حتى ابريل 2024 ولا ينوي الاعتزال اذا فدي المباراه دي عشان برضو يعني زي ما قلنا نقول اللي حصل ده لسه برضو مفيش من 10 دقائق ففي مباراه التا زي ما وريت حضرتك هل دول حضراتكم انتوا شايفين والله ما بهزر لو شايفينهم ان هم مشتركتين جزاء ما ينفعش يبقى الكورتين بالوضوح ده في ماتش يعني وما تحسبوش يعني ما تحسبوش والكره اتلعبت عماد النحاس جاب جون عماد هو جاب جون التعادل رجعت الكره كان الشرميتي لاعب نادي النجم الساحلي سريع جدا فاحنا كلنا كنا مهاجمين واحد واحد بقى كلنا مهاجمين كرة اتلعبت راح من نص الملعب فعماد لمس وقف طبعا هي طرد مليون في المية ولكن يا عم احسب لي الكورتين دول بس خلاص كان الماتش خلص دي لو من زمان خلاص بالظبط ولكن زي ما بنشوف ساعتها بقى ولا فار ولا بتاع فالدنيا عدت بس انت بتلعب في القاهرة واتعمل فيك كده كنت بتلعب في القاهرة واتعمل فيك بطولة غريبة الماتش اللي فات برضه في القاهرة نفس الكلام على رأيك الماتش اللي فات ما هو كان نفس الظروف برضه نفس الظروف برضه عشان كده احنا بتاعت حسين الشحات كانت واضحة قوي واضحة جدا زي دي زي بتاعت ابو تريكه تقريبا ولمسه اليد كمان اسلام اللي كان عليها لغط لمسه اليد دي يعني ممكن تروح وتيجي يعني عشان يعني المسافه والبتاع ممكن تروح وتيجي زي ما بيقولوا يعني انا مش مقتنع ولكن عندك في ناس بتقول ان لا المسافه وبتاع انا مش مقتنع بالكلام ده انا مقتنع ان هي كارت احمر صحيح ولكن تروح وتيجي فيها تتكلم لكن بتاعت حسين الشحات دي هل فيها كلام؟ لا 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 عنده واحده زق ما فيهاش كلام 18 والثانيه انا بكلمك على دي اللي برجله دي مليون في الميه بس ما فيهاش ركله جزاء واضحه وصريحه ولكن كده زي بتاع ابو تريكه بالظبط بالظبط زي بتاع ابو تريكه بس دي هنا ودي الناحيه الثانيه بالظبط فيعني يعني ربنا يكمل المباراه على خير انا كنت بسال عماد نفس السؤال يعني انا برضو عايز اسمع من حضراتكم هل كولر يعني ما اصل نسبه استحواذ كبيره جدا للنادي الاهلي في الشوط الاول في المباراه الاولى هل من الممكن ان نرى ان الوضع بينعكس في المباراه الثانيه يا كابتن عشير يا كابتن يعني انا بضم صوتي طبعا لعماد عماد اتكلم في نقط مهمه قوي في حته الاستراتيجيه في المباراه اللي هناك اللي هي بدات من اوضه اللبس ودي ميزه المدربين الكبار المدربين الكبار الهيد كوتش زي مانو جوزيه زي هدوكوتي زي فايسا بصراحه الراجل بردك نفس الكلام نزل وقال احنا ابطال ارفع راسك حصل احباط للعيبه احنا بشر بردك غصبا عن اللعيبه داخله زعلانه طبعا عشان الجماهير طبعاً اللي جايه بتساندها وبتشجعها ومسانده معاها بشكل كبير كانت تتمنى ان هي طبعا تزود الاهداف لهدف ثالث لكن زي ما قلنا ان المباراه النهائيه اسلام حشيش بتبقى بالنديه وبتبقى بالصعوبه السكور فيها بيبقى قليل فما شفناش مباراه نهائيه السكور عدى مثلا ثلاث اهداف اربع اهداف لان بيبقى اخر مباراه الاثنين المدربين عايشين كل لحظه شايفين بعض بشكل كبير لكن انا عايز اقول الجانب النفسي اهم جانب يا اسلام في هذه المرحله خلاص التدريب واللياقه والجمل الحشيش الخططيه وكور السبت والكلام ده كله ودور اللعب كله خلاص انتهى لكن الجانب النفسي هو اللي ليه دور كبير جدا جدا
في المباراة النهائية اللي بالشكل ده، والراجل يشتغل عليه بصراحة من أوضة اللبس. اتكلم مع اللعيبة بشكل كبير، أنتوا أبطال، أنتوا أصحاب البطولة دي 10 عندنا جولة فيكم ان احنا نقدر نحرز هدف ونقدر نعمل نتيجه ايجابيه، ومش بعيد عنكم، ما بالعكس انتوا المجموعه دي حققت السنه اللي فاتت قبل كده واللي قبليها واللي قبليها وهكذا. عايز اقول لك اسلام، بعض السيناريوهات تقول لك ايه، هل الراجل في اول ربع ساعه هيضغط من قدام على الرجاء؟ وارد. مع الوداد، على الوداد وارد. هل الراجل ممكن يلعب زون تحت الكوره او ربع ساعه عشان يمتص الجماهير والحماس واللعيبه والكلام ده؟ وارد. هي دي السيناريوهات بقى اللي الراجل هيشتغل عليها مع اللعيبه، ومن خلال الاوقات يقدر يضيف حاجه تكتيكيه، يقدر يضيف حاجه تغييريه، يقدر يضيف حاجه ثابته. لكن انا عايز اقول مهم جدا جدا، يمكن عماد لمح ليها يعني، بس انا عايز اكد عليها، ان احنا في التلت الدفاعي يا اسلام بدون تهور من لعبتنا. ليه؟ صح. ليه؟ صح. لان هو يضطر يبدا ينقنق، فاول هنا فاول هنا فاول هنا، وهم بيعشقوا الجزئيه دي. صح. عندهم اطوال، وسامبو ده بينط بدماغه وبيخبط وبينزل، ودايما الدربكه ما بتبانش. وبالظبط كده الدربكه في التكتل، الناس وافراد كتيره في ال 18 وكده، الدنيا بتبقى هم بيعتمدوا على الحته دي يا كابتن. طبعا انت عارف. طبعا. واحنا يعني نصيحه طبعا، واحنا كلنا مدافعين وبنقول مهم جدا ان انا في التلت الدفاعي نمره واحد يا اسلام التشتيت. صحيح. اخلص منها قبل ما احتك بيك، اخلص منها. لما هتخلص منها حاجتين، انت بتأمن مرماك وبتاخد ثقة، وهو بيهبط وبيحبط لان هو مش قادر يطولها، هو عايز يطول حاجة حشيش مش لاقي. خلي بال حضرتك، هو لو تفتكر الكرة اللي احنا بنتكلم فيها ضربة الجزاء بتاعت حسين الشحات، ايوه، هو لو اللعيب زي ما حضرتك بتقول شالها بالظبط ما كانش كانت خلصت. صح. يعني زي ما حضرتك بتقول بالظبط، ان هي احنا بقى هنبقى في العكس. فلو الكره دي اللعيبه وهي جايه له قام عاملها بشماله مطلعها كده، مش عيب يا كابتن اسلام، قامت جايه في طاوله رجعت حسين. مش عيب، لان اخطر حاجه في الدنيا وانت مضغوط وبتشتت الكوره، انت مش لازم ان انت كل كوره من رجلك بالذات في الحاله الدفاعيه تطلع. صح. صح مظبوط. احيانا دي بتؤدي للي حصل، انما انا اطلعها واخد نفسي وابتدي اقف وقفه، لان دايما في الهجمات المرتده بيبقى فيه برضو لخبطه شويه كابتن ماهر في التحركات. طبعا حشيش، فلما تيجي وانت بتطلع تقطعها برضو تاني، دي مشكله. وعايز اقول لك حشيش، ان نجوم المباراه في المباريات الخارجيه هم المدافعين. صحيح. وحارس المرمى. صحيح. لان العبء بيبقى عليهم كبير جدا، فهي تملي يبقى عامل نفسي بيني وبين المهاجم، ان انا اول كوره لازم اخدها خلاص تديني ثقه وتحبطه ثقه، تاني كوره لازم اخدها تديني ثقه اكتر، تالت كوره اخدها الدنيا هتمشي. انا شايف يا كابتن اسلام من وجهه نظري يعني فضل. ان اللي هيبقى عليه ضغط اكبر هو فريق الوداد. عايز هو خسران هنا ايا كانت النتيجه، عايز يجيب جون يعني، وعايز يجيب جون وهيبقى مستعجل ان هو يحرز الهدف ده، هو فاكر ان الهدف ده هو ده طوق النجاه والخلاص والماتش خلص. لا، هو في مشكله كبيره كمان بالنسبه له، ان النادي الاهلي يجيب جون هيرجعك تاني للسيناريو. صحيح. ان انت لازم تجيب هدفين، وده وارد وممكن قوي، زي ما هو احنا بنقول ما نخليهمش يجيبوا هدف في الربع ساعه الاولانيه بتاعت الحماس والثلث ساعه الاولانيه، انت ممكن يحصل العكس، انت ممكن انت اللي تحرز الهدف، تسكت الدنيا مع الضغط والحماس وكله عايزين نكسب وعايزين، ممكن انت في المساحات ممكن تروح تجيب بتاع الوداد، انت كسبان 2-0 اهي. معلش يا كابتن، طبعا لا ما باين هي الفار مش محتاجه يعني انا مش فاهم، انا مش وبعدين فاهم ليه ما راحش الفار. يعني ليه ما رحتش؟ لا، ما الفار قال له مش بلانتي، العب. ده كمان حاجه غير اسلام، غير الفار التصوير في حد ذاته. يعني هي واضحه اول مره يا اسلام انا اشوف ان ما بيعدوش اللعبه، يعني التصوير كمان في الحاجات اللي بتشوفها. عندنا احنا هنا في مصر بقى، مش عندنا احنا في مصر. غريبه جدا. وبعدين يعني في سنس بقى في الكوره بيبان قوي، اللعيب اللي بيمثل انه بيقع مع اللعيب اللي بيقع فعلا غصب عنه نتيجه الاحتكاك او نتيجه الحته. اصل هو الكوره تحت سيطرته، حسين ايه اللي هيخليه يسيبها؟ وبعدين حسين بيحب الحاجات دي. أيوه. يعني كان هيخش ويرقص تاني. ايوه صحيح. واحد بواحد هو. فانت يعني ركله جزاء واضحه جدا. زي ما بقول لك، الراجل هنا بتاع الوداد حسبها ان هو بعد 2-0، النتيجه 2-0 قدامه موال هناك، فقال لك طب ما انا حتى
يعني لو جه فيا الثالث طب انا اقدر اجيب جون هنا يفرق معايا، يفرق معايا. فهو عشان كده ابتدى يهاجم، وشفنا قبل الهدف كمان في اكتر من كره شكلهم كان افضل لعلمه افضل وراحوا فهو حسبها ان لا انا مش هستسلم، لو استسلمت واكتفي بالنتيجه دي ممكن يجي في فيا الثالث يبقى الماتش خلص. بعد الجول الثاني يا حشيش اسلام، بعد الجول الثاني قعد على الدكه خلاص، حصل له احباط، قعد يفكر بقى اعمل ايه يعني اعمل ايه، والمساعد بدا هو اللي يدير، هو خلاص خلاص جاله احباط، عرف ان الجيم راح بالنسبه له. مين المدرب البلجيكي قعد؟ هو انا اعتقد ان هو من الدقيقه 80 اوناجم، تغييره اوناجم، لان اوناجم الحقيقه من اللعيبه الجيده سريع وقوي، عشان سريع، وبعدين خد الكره بقى ناحيه الشمال يعني عند يمين شمالنا اللي هي يمين او فات في مساحه فاضيه، عدى وراح كذا مره، فده عمل نشاط فكان واضح، كان باين، كان هو باين اللي عمل ان هو يقول انا ممكن اغير النتيجه تماما لو جبت جون، فلازم اهاجم، ما استناش ان انا اقفل واكتفي بال 2-0 دي، لان يعني هي وجهه نظر، متوقعين ان يخش فينا جول. بس اقول لك حاجه يا اسلام، هقول لك حاجه، الفريق عامل مباراه حلوه قوي ومستمتعين بيها، سواء دفاعيا او هجوميا او حتى في وسط الملعب، بصراحه من احلى الماتشات اللي عملها النادي الاهلي. بالظبط، هو عشان كده الجمهور زعل، عشان كده الجمهور زعل، لان انت مش كسبان وانت يعني جوان، لا انت لعبت واديت، يقول لك العبره، يقول لك العبره بالنتيجه في الاخر مش بالاداء الحلو بتاع. عايز اقول حاجه كده، عايز اقول اسلام، احنا اتعودنا من خلال الخبرات، انت لما بتسجل هدف تعليباتك بتبقى للعيبه يا حشيش، انك انت الثلاث اربع دقائق اللي بعد الهدف لازم تتمركز صح طبعا، يعني الجانب التكتيكي انك انت ترجع نص ملعبك وتبدا تامن، تشوف الخصم قدامك وخطوطك قريبه من بعض، وابدا من خلال 3 4 دقايق لما يعدوا على خير ابدا بقى ايه امارس انطلاقاتي تاني. احنا بعد الهدف الثاني يا اسلام تلقائي، هو علم النفس بيقول كده، لوحدنا بيحصل نوع من الخوف، فتلاقي اللعيبه رجعت، بس راجعه بدون تمركز، راجعه بدون وعي، راجعه بدون مراقبه. تمام، فدي ده دور الكابتن ماهر بقى، خدت وقت معانا يا اسلام، خدت وقت معانا. يعني انا كنت طبعا مستر كولر هو طبعا ما شاء الله، يعني هو من المدربين شايف الموضوع شايف طبعا. فانا كنت اتمنى ان احنا بعد الجول التاني، وحصل في الثلاث مباريات اللي في الدوري يا اسلام، احنا برضه جبنا جولين وبعدين نلعب الكره بتاعتنا سهله، ها ها ها، وتبان ثغره نروح رايحين. فسبحان الله انا قلت الحمد لله رب العالمين، هنبدا بقى ايه نجيب الثالث، نبدا نجيب الثالث بفكرنا بقى اللي احنا شفناه في المباراه الثلاثه. في حاجات يا كابتن ماهر برضو، معلش يعني اصل المدرب يعني ما بيعملش كل حاجه، يعني المدرب برضو قبل المباراه بيتكلم وبيحط التكتيك وبيحط كذا ويعمل تغييرات، انما في اوقات يا كابتن ماهر وانت كنت بتعملها دي جامد قوي، ان في اوقات معينه لازم يبقى في حد عنصر او عنصرين في الفرقه هم اللي بيكلموا في الحته دي بقى. ما شاء الله احنا موجود يعني اثبت اقف، موجود علي معلول، موجود محمد عبد المنعم، موجود هاني الخبرات، موجود حمدي فتحي، كلهم الحقيقه كلهم لعبوا ماتشات كتير قوي يا كابتن. فعايز اقول لك اسلام ان احنا كان الاستراتيجيه بتاعتنا في المباراه دي ان احنا اكتر من 80% هجوميا في المباراة الأخيرة. يعني أمام الوداد يعني. لو 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 قلت و20% دفاعيا، لو الدفاع خد نسبة أكبر 30% كنا ممكن الجول ده ما يجيش فينا، والعكس صحيح بقى لما هنروح هناك عملنا كده هتنعكس الدنيا بقى. اوكي. هيبقى مثلا 75% دفاعا و25% هجوما. دي من ضمن الاستراتيجية اللي مستر كولر لازم يفكر فيها. طول ما انت تحت الكوره، وانت حاجتين يا اسلام في الكوره ما لهمش ثالث، وانت معكش كوره يا حشيش كلنا تحت الكوره شايفينها واحنا بننجح فيها بشكل كبير طبعا. جدا، والراجل معلمها لهم بشكل كبير طبعا. ولما نستحوذ ونطلع احنا عندنا الجمل التكتيكيه، عندنا كور الثابته، عندنا كونتر، وده المطلوب. هم عندهم مشاكل في الدفاع خط ظهرهم، يعني من ضمن الحاجات اللي بتطمني يا اسلام، عندهم مشاكل في خط ظهرهم، واحنا عندنا ما شاء الله الثلاثي الامامي عندهم من السرعات، عندهم من الاختراقات. اول 30 دقيقه اول 28 دقيقه تحديدا لما عملوا، احنا كنا نسبه الاستحواذ قريبه من 83%. بالظبط. ايوه صحيح. بالظبط. في اول 20 دقيقه مش كوره خالص. تقريبا. وده عامل لهم احباط في الاول. جدا. عامل لهم احباط كبير في الاول. كانوا بيدافعوا بس. بالظبط كده. فانت النهارده كان عندك مساحات ضيقه في الشوط الاولاني، مش قادر.
صحيح. يعني على استحياء. أيوه. هناك اسلام هتنعكس، هو عايز يكسب. الامور هتختلف. هتختلف. اوكي. هيضطر ان هو عايز يخش لك حشيش بالمنظر احنا شفناه 10 لعيبه جوه نص ملعب الاهلي. طيب. احنا بقى مهم جدا في الفتره دي انك انت تستحوذ صح. طيب. وتبدا تسلم صح، لان احنا عندنا من الكفاءه لعبتنا عندها سرعات وعندها مهاره. أيوه. وعندها تكتيك وعندها مرونه بشكل كبير جدا ان احنا نقدر نجيب جون، وده اللي بيطمني. ساعاتهم مش كويسه يا اسلام. صحيح. عندهم مشكله في قلبي الدفاع حشيش. أيوه. بشكل كبير جدا جدا، في عشوائيه، التغطيه العكسيه زي الجون اللي جه، التغطيه العكسيه، وعندهم باكين بيطيروا على طول بره وجوه. صحيح. فالنهارده هيتخلق لنا مساحات ان شاء الله، وافتكروا الكلام ده ما كانتش موجوده في مباراه في الماتش هنا. طيب اخيرا يا كابتن حشيش، تقول ايه بقى في مثل هذه الامور؟ لانه امر مهم جدا حضراتكم ياما لعبتوا مثل هذه المباريات، تقول ايه للاعبين وللجهاز الفني وللجمهور ولكل الناس في خلال هذه الفترة؟ اقول في البدايه اتكلم مع الجمهور. اتفضل. احنا فاضل اربع تقريبا ايام على المباراه، ماتش الحد بالليل. ماتش الحد مش وقت ابدا للانتقادات والكلام واصل كذا واصل كذا والكلام اللي بيتقال ده كله. لازم كله يبقى داعم، لازم اللعيبه دي تاخد الثقه، اللعيبه دي رجاله زي ما عملوا قبل كده وخرجونا. صحيح. من العصره اللي كنا فيها في دور المجموعات وعدينا ربع النهائي ونص النهائي ووصلنا للنهائي وعملنا ماتش حلو المباراه الاولانيه، قادرين ان احنا ان شاء الله نروح نكسب هناك. الرجاله لازم يبقى عندها، او اللعيبه لازم يبقى عندها اراده المكسب هناك. انا رايح اكسب، مش رايح ابص لاي نتيجه تانية، انا رايح اكسب وقادر ان انا اكسب. مهمه هناك. دي قوي دي. يعني التصميم على كده، ويبقى مفيش حد في دماغه اي لعيب، لكن النتيجه دي بتاعت ربنا في النهايه. بالظبط. قاعد اي لعيب سواء في الملعب او قاعد بره، كله لازم يبقى حاطط في دماغه انا رايح اكسب، انا رايح اكسب، مش رايح اصلا انا عندي كذا فرصه واصل ممكن كذا واصل ممكن كذا والسيناريوهات اللي ممكن، لا انا رايح اكسب. التصميم ده والاراده دي بتاعت النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وحط في دماغهم الكلام ده كله والاحساس ده، هم فنيا وبدنيا وخبرات وتاريخ اقوى من الوداد، فلازم ابقى ماشي وفي ظهر الكلام ده كله. صحيح. لو انا حطيت الكلام ده كله وبرده جمهور لعبت قدامه دلوقتي، معظم اللعيبه الحقيقه لعبت قدام الجمهور ده اكتر من مره، فان شاء الله باذن الله انا رايح على المكسب ورايح احقق البطوله اللي انا جدير بيها في مشواري كله بتاع البطوله، انا احق بيها ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله اكسب وارجع بالبطوله. كابتن ماهر. عايز اقول يا اسلام ان المنظومه كلها اشتغلت بصراحه، يعني الكابتن محمود الخطيب والجهاز الفني واللاعبين وجماهير النادي الاهلي، وتعبنا السنه دي بصراحه، تعبنا بشكل كبير جدا يعني. فان شاء الله ربنا هيتوج لنا التعب ده باذن الله رب العالمين بالنتيجه الايجابيه هناك. لعبتنا لعيبه دوليه ما شاء الله، احنا عندنا 7 لعيبه دوليين في المنتخب الاول وثلاثه محترفين على اعلى مستوى، فالمباريات ديت بالنسبه لهم يعني اتلعبت مش اول مره. صحيح. اتلعبت كتير. عندنا ثقه كبيره جدا جدا اسلام في لعبتنا، مهما يتقال بقى وجماهير النادي الاهلي زعلانه على راسنا من فوق، لكن الزعل ده ما يوصلش اللعيبه عشان يحصل نوع من الاحباط، لان اللعيبه اكبر من كده ان شاء الله. فانا بقول عندي ثقه كبيره جدا في لعيبه النادي الاهلي، هيشرفونا وهيعملوا مباراه من افضل من المباراه اللي في القاهره، وان شاء الله هتكون النتيجه ايجابيه بالنسبه لنا باذن الله. برضه هاكد على حته الجمهور يا جماعه، موضوع الحسم من المباراه الاولانيه ده انتهى، ما بقاش في العالم خالص. خلاص. ما بقاش انتهت الموضوع ده خالص، سواء في افريقيا او سواء في اوروبا، الحسم مع الدقيقه الاخيره في الماتش الثاني. مظبوط. هو ده اللي بيحصل يعني. فان شاء الله دعوات الناس كلها يعني. اللاعبين الدوليين سواء في الاهلي او في الوداد الحقيقه قادرين ان هم ان شاء الله، ان شاء الله، خصوصا النادي الاهلي يستحق ان هو بعد رحله العذاب الحقيقه ان شاء الله في هذا الموسم، ويبقى تتويج لموسم ان شاء الله يا رب، يعني يبقى تتويج لموسم رائع جدا 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 في النشاط الرياضي في النادي الاهلي. انا بشكرك جدا يا كابتن ماهر على وجودك معانا. شكرا جزيلا كابتن محمد على وجودك معانا، وان شاء الله يعني لكل حدث حديث، وان شاء الله ربنا يكرمنا يوم الاحد. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل كريم سعيد واحمد ثابت في ضيافه البيت الكبير.